ان شاء الله باذن الله الانتصار للقلعه الحمراء، لان نادي الاهلي نادي بطولات. نادي الاهلي ان شاء الله هيكون فايز باذن الله، وعايزين الثلاثه بونط، وعايزين البطوله رقم 41. ان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي في الماتش اللي جاي، واهم حاجه ان اللعيبه تكون في اليوم دوت فيلم على المستوى وعلى المطلوب. اتمنى الاهلي يواصل انتصاراته المتتاليه في الدوري العام، ويحقق امال جماهيره في البطوله المفضله الدوري العام، وباذن الله تعالى التوفيق للنادي الاهلي بالفوز بمشيئه الرحمن، لان الاهلي في مستوى متصاعد مع مارتن لاسارتي. اتمنى اولا للاهلي الفوز باذن الله، والتوفيق مع كل لاعيبه النادي الاهلي، ونتمنى ان الاهلي يبقى يعني عاليا يعني ان شاء الله باذن الله، وهيأدي، وانا متاكد يعني اللعيبه هتأدي وأدي جامد قوي وهيبقوا كويسين. بالتوفيق وبالانضباط وبالقيم وبالمبادئ باذن واحد احد. المباراه مباراه النادي الاهلي، لان اتربينا على المبادئ وعلى القيم، وباذن الله ربنا هيوفقنا، والنتيجه ان شاء الله 2-0.